عندهمش حاجه اخرى، النيه مع التلبيه. وبالنسبه للرجال ينحيوا كل المخيط، هذايا اذا كان هو قال انا ما نجم باش نتجاوز المخيط، باش نتجاوز النقاط وانا لابس المخيط، وقت نقولوا راك عملت مخالفه يلزمك تفتي اكل المخالفه هذه. ولكن انا نقول له ننصحه انه نحضر روحي، نحضر صافي، نحضر معناها اللباس نتاع الاحرام، وهو في يدي في الكرسي نتاع الطياره وانا قاعد. يقول لي راني توا باش نخلط النقاط، باش نعمل؟ نحي الحويجات اللي كنت لابسهم ونلبس الازار ونلبس الرداء. هذايا اذا هذايا الركن الاولاني. اذا الركن الاولاني نتاع العمره هو الاحرام. والاحرام هو عباره عن شنو؟ النية مع التلبية. فاذا انا نويت ولبيت فمعناها راني وليت وحدي. هذايا الركن الاولاني. بعد الركن الثاني تو اللي هو كي يقولوا ركن معناها راهو بلاش فيه ما تسماه ما نجمش نبني البني. الركن الثاني هو الطواف. قلت ايش بيك مشيت بينا برشا، مشيش بيك برشا، انا مشيت نحب نعطيك الاساسيين. الطواف هو شنو؟ الطواف هو عباره عن الدوران حول الكعبه. الدوران حول الكعبه شنو هي؟ هذايا لا يمثل بيت ربي الكعبه. ساعة أول حاجة وقت اللي فما أدعية واحد يقولهم وهو داخل اللهم إن هذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك فحرم جلدي وضعني على النار يا عزيز يا غفار، يدعو بما أكم بعضكم توا كل واحد تلقى معكم واحد يقول لكم توا كل واحد لا فما واحد إذا مع الناس يقول لهم هو يقول وهم يقولوا وراه. عندك الساعة دعوة مستجابة وهي وقت اللي تدخل الحرم هو عبارة شنو؟ جامع كبير فيه سور وفيه جبال. ادخل مين تحب، ما تقعدش تقلق روحك، ادخل مين تحب. نحن نحكيو إذا كان وصلت وشهبت للوتيل هذاك مش هذيك تجاوزناها المرحلة ما حكينا عليها، قلت لك أنه نمشي للوتيل نحضروا روحنا غادي نجموا نعاودوا ندوشوا ونجموا غادي نعاودوا نحضروا روحنا ونجموا نعاودوا نصلي ركعتين. لكن هذا قلت لك هاكم الدار أنت حملته أرتاح لك. أنا صليت ركعة يعني اغتسلت في الدار، لبست أحسن ثيابي، تعطرت، حضرت الإزار والرداء معايا في الصال وخرجت، ركبت في الطيارة، قالوا لي راه تو باش نخرج للإحرام ونقول اللهم إني نويت العمرة يا ربي فتقبلها مني. وبعد نبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونعاودها ديما. ومثل تقصيت حكيت حكاية صاحبي كذا نحكي عادي وبعد نعاود نرجع لبيك اللهم لبيك. ما ننساهاش ديما التلبية هي وش معناها لبيك؟ لبيك يعني يا ربي قد استجبت لك استجابة بعد استجابة دعوتني. وبعد اي توا مشينا للوتيل حطينا دبشنا حضرنا رواحنا، اي توا باش نمشيو لمكه باش نمشيو لبيت الله. كي باش نمشيو لبيت الله بل ما كي ناخذو قلت ندخل ما تقلقوش رواحكم، خاطر في الكتب وفي كي يقولوا ندخلوا من باب السلام. باب السلام بعيد في جهه من انا ما يهمنيش من باب ندخل، المهم اني ندخل. وعليكم السلام. المهم اني انا ندخل، منين ندخل ما يهمنيش، ندخل منين يجي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ومن بعد وقت اللي دخلت من اي باب ما يهمنيش وين، اهم حاجه اللي يهمني فيها اني كي نغزر بيت الله الحرام نقف، كي نغزر الكعبه قدامي نقف عندي دعوه مستجابه. ربي دعاني فأجبته وما دعاني إلا بيستجيب لي. نقف ندعي لي وللمسلمين أجمعين بما تحب. أقف شوية خذ راحتك، الوقت طويل عندك قداش 8 أيام وأنت قاعد غادي، ما تستعجلش ما تزربش، تو تبدأ بالأعمال. لكن كل عمل أعمله وأنت براحتك، معناها أقف هيك الكعبة قدامك يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وللمسلمين وادعي باللي تقدر عليه.